أعلى، فشايف حضرتك الوضع ده إزاي؟ والله طبعا السوق حاليا في حتة الشهادات زي ما حضرتك بتقولي محتدم والمنافسة شديدة جدا، ويتصدر المنافسة دي طبعا بطبيعة الحال أكبر بنكين في مصر الأهلي ومصر، وبيصدروا شهادات بعائد مرتفع، وبالتالي بقيه البنوك برضه بتطرح شهادات لانها لازم تنافس، لان في الاخر احنا ده سوق ودي منافسه، والشهادات دي هي البنزين اللي بيغذي البنوك، فمهم جدا للبنوك انها يبقى عندها البنزين اللي بتشتغل بيه او الاموال المودعين اللي بتاخدها وتشتغل بيها، فاي نقص في الاموال دي بيسبب مشكله للبنوك، وبالتالي بتضطر البنوك الثانيه انها تزود الفايده لما البنوك الكبيره في السوق تزود الفايده. طبعا احنا كده عارفين ان مستويات الفايده جوه مصر ويمكن بره مصر عالميا في اخر فتره، في اخر سنه ونص مرتفعه للغايه يمكن، وفي امريكا واوروبا والدول الناميه اللي زي حالتنا هي فوق المتوسطات الطبيعيه بتاعه الفايده في يمكن اخر 10 سنين او اكتر. فالفايده العاليه طبعا بتسبب ضغط على البنوك، وبتسبب منافسة شديدة لنقص السيولة أو البنزين اللي قلنا عليه للبنوك، فده وضع السوق حاليا، وممكن يستمر شوية كمان إلى أن نشوف أن موجة زيادة الفايدة دي على مستوى العالم تبتدي تنحصر خلال الفترات القادمة، وهي متوقع في الآخر هي موجة وإن شاء الله تعدي على العالم كله وتنحصر في الآخر ونرجع للمستويات الطبيعية اللي احنا متعودين عليها. حضرتك تنصح المواطنين بإيه؟ بإن هم يتجهوا بالظبط لأي وعاء ادخاري؟ والله في الاخر مفيش نصيحه عامه، ما اقدرش انصح نصيحه اقول لكل الناس اعملوا الشيء الفلاني، هو في الاخر كل واحد على حسب امكانياته وعلى حسب الحاجات المتاحه ليه وعلى حسب احتياجاته بيتجه للوعاء الادخاري او للمنتج اللي بيدور على يعني اللي بيلاقي فيه الفايده اللي هو عايزها وتلبيه احتياجاته وهكذا. فمثلا ان الشهادات احد اهم مميزاتها، وعشان كده يمكن هي اشهر وعاء ادخاري والناس كتير بتستعمله، ان عندها عائد دوري، انها بتنزل لي كل شهر عائد ثابت، فانا ببقى عارف المبلغ اللي جاي لي قد ايه، والمبلغ ده ناس كتير بتستعمله في ان ده يبقى مصدر الدخل بتاعها او اللي بتصرف منه بالبلدي، او حتى لو جنب عندي دخل بس برضه عندي دخل اضافي من الشهادات، فببقى عارف اجمالي الدخل بتاعي اللي بقدر اعيش بيه او بتصرف بيه وهكذا. فدي يمكن اكبر واهم ميزه في الشهادات في العموم، وعشان كده يمكن هي اشهر وعاء ادخاري جوه مصر ويمكن بره مصر. في طبعا اوعيه ادخاريه ثانيه زي الودائع وزي سندات وزي حاجات ثانيه، ولكن مثلا ممكن يكون حاجات كتير منها العائد في اخر المده، فاللي بيشتري حاجه هيقعد طول المده ما عندوش عائد وهيستنى لاخر المده، فمين يقدر يعمل كده؟ مين عنده محوش فلوس او عنده مدخرات مش محتاج العائد بتاعها، ممكن ساعتها يبص لنوع اخر من المدخرات على حسب برضو المتاح اليه. ولكن بالنسبه للافراد دايما بنقول ان الشهادات يمكن هي اسلم وامن واحسن حاجه في المتوسط برضو في العموم. احنا عارفين برضو ان موجه التضخم اللي فاتت خلت بعض الناس تقول لك الحاجه بتغلى اكتر من العائد، بس دي حاجه مؤقته وما بتفضلش على طول، يعني دي حاجه لو ظهرت في خلال شهرين ثلاثه فهي بتبقى حاجه مؤقته، مش هي دي الحاجه اللي بنقدر نعممها او نقول انها مستمره معانا على الامد الطويل، وكده كده الشهادات مدتها طويله، فبالتالي في الاخر لا، عائد الشهادات بيبقى لازم في خلال الفتره باذن الله اعلى من التضخم، وبالتالي بيبقى فيه فايده للمودع. أستاذ وليد، لو ان العميل مثلا مش حابب ان هو يستثمر في الشهادات، ايه البديل من اوعيه ادخاريه اخرى وتكون اكثر مرونه؟ في حاجات كتير اكثر مرونه ماشي يعني، وفي حاجات كتير البنوك فيها منتجات مختلفه، وهي المنتجات مجموعات، في مجموعه الودائع مثلا، وبتختلف الودائع دي من اول وديعه اسبوع لغايه سنه ويمكن اكتر من سنه كمان، وعندنا مجموعه منتجات الصناديق الاستثماريه، ودي برضو فيها متنوعه من جوه، من اول الصناديق الاستثماريه بنسميها الامنه او يعني الامنه لحد كبير، او بنسميها بالانجليزي كونسرفاتيف ان هي بتستثمر كل فلوسها في سندات وودايع واذون خزانه، فبتبقى راس المال مضمون، ولغايه صناديق بتبقى مخاطره او مخاطرها نسبيا عاليه، والعائد بتاعها بيبقى عالي انها بتستثمر كل فلوسها في البورصه. فده وفي الوسط حاجات متوازنه بنسميها بتبقى نص ونص. فموضوع صناديق الاستثمار ده برضو يمكن شفنا مؤخرا صندوق استثمار في الذهب، دي كانت حاجة جديدة ظهرت، انه بيستثمر في الذهب بدل ما بيستثمر في البورصة او في الودايع واذون الخزانة، بيستثمر في حاجة جديدة زي الذهب. ولكن هي في الاخر برضو ليها مخاطرها. شايف مميزاتها ايه وعيوبها ايه؟ كل حاجة. عشان كده قلنا في الاول